السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل التونة، طريقة جميلة جدا، طريقة مميزة إن شاء الله تعجبكم يا جماعة. يلا بينا كده نسمي الله ونعمل لايك ونخش الفيديو ونشوف الطريقة بتاعتنا عاملة إزاي. دي سمكة التونة اللي انتوا شايفينها قدامكم، دي سمكة التونة. دي احنا هنعمل الاتنين دولت، هنعملهم ازاي؟ اول حاجة بإذن الله هننضف السمك معانا. الطريقة سهلة جدا وبإذن الله هتعجبكم. بننضف الحاجات اللي هنا برضو، عشان ما تحطش في وش حد. بنيجي بقى نفتح، نشيل برضو الحاجات اللي هنا كده الاول، هنشيل كل السفة اللي فيها دي، اتشالت خلاص. نيجي نفتحها بقى عشان نطلع كل الحاجات اللي فيها. نشيل كل اللي في قلبها ده خالص. احنا كده كده هنشيل الدماغ اصلا، بس احنا بنحاول ايه ننظف اللي في قلبها الاول. تحت الحنفية بقى وبنغسلها، بننظف يا جماعة خالص بإيدنا كده، وبننظف القلب خالص عشان يبقى نضيف. شيل كل الدم اللي فيها ده اهو. هنقطع بقى الراس، ده خلصنا اول واحدة يا جماعة، نظفناها خالص من السفة اللي فيها اللي في ظهريتها ونظفنا قلبها اهي. هنحطها بقى وننظف التانية ونرجع لكم تاني ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. يا جماعة السمك بعد ما نضفناه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم كده، هنبدأ بقى ايه نقطعه خرط خرط كده. هي بس عشان السفية بتاعتها تخن شوية. ده هنعملها على حتتين كده. زي ما انتم شايفين كده تمام. هنحطها بقى عشان نقع في الخل. برضو التانية دي بنفس الطريقة، هي بس عشان السفاة بتاعتي، مع ان السكينة جديدة يعني حامية، بس هي السفاة بتاعتها بتبقى جامدة شوية. ادي التونه يا جماعه بعد ما قطعناها بقت بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم اهي.
ده بسم الله ما شاء الله متقطعة، شوفهم تبقى نفس اللي احنا بنجيبها ايه في العلب. تمام، هنديلها شطفة بقى كده بسيطة، وبعد كده هننقعها في ايه في الخل والليمون والملح. شطفناها اهي يا جماعة، هنحط لها بقى المية. خلاص كده، طريقة سهلة وبسيطة. معانا الخل، الخل وده الملح وده الليمون، الليمون اهي، تمام. هسيبها بقى تتنقع في المكونات دي يا جماعة لغاية ما اجهز المية المغلية. ودي يا جماعه الميه المغليه اللي هنحط فيها التونه بتاعتنا، سيبناها ايت عما خلصنا السمك، التونه بتاعنا نضفناه ونقعناه في الخل، كانت الميه غليت معانا. معايا فلفل اسمر، معايا كزبره، معايا كمون، ومعايا ملح، هنحط ده كله على بعضه في الميه المغليه. معانا كمان ايه حبيتين حبهان، ورقتين ورق لورا اهو. هنسيب الميه يا جماعه تغلي كده غلوه مع بعضها كده بالبهارات بكله على ما ننشل السمك. ادي يا جماعه الميه خدت ودت مع بعضها غلوه اهيت. معانا نص كوبايه زيت، معايا برضو كوبايه خل، نعلي شويه. هنبدا بقى نحط القطع التونه، بنصحكم يا جماعه جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، مش هتحتاجي ان انت تشتري تونه من بره تاني. خلاص كده، ادي يا جماعه التونه حطيناها وخلصناها. هتبتدي بقى ايه تغلي معانا، بعد ما تغلي كده وتدي غلوه هنعلي البوتاجاز عليها تدي غلوه شديده، بعد كده هنهدي عليها خالص ونسيبها بقى تقعد وتدي مع بعضها لغايه ما تستوى خالص وتبقى دايبه في ايدك كده. هنغطي بقى عليها ان شاء الله ونرجع لكم مع بعض تاني لما تشوفها هتستوى ولا هتعمل ايه. يلا يا جماعه بقى تعالوا نشوف التونه بتاعتنا عملت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله ما شاء الله استوت معانا اهيت اهي. انت بس عليكي تهدي عليها خالص على النواسه خالص على الهادي خالص كده. هي ما شاء الله يا جماعه طلع لكم قطعه صغيره كده منها اهي، شوف كده، شوف بقى كده استوت ولا ايه. بسم الله ما شاء الله شايفين، لو حابه كمان انت تسيبها كمان سيبيه، بس هي ما شاء الله يا جماعه شايفين اهي استوت خالص معانا كده يا جماعه. بقى ايه نطلع حتتين كده اهي يا جماعه، شوف هنطلع بقى السفه كده خالص اهي تطلع لوحدها السفه، شوف طلعت خالص ازاي اهي بكل سهوله شايفين ما شاء الله عليها لو انت كمان حابه بقى تسيبيها، يعني انا ممكن بس عشان مستعجله شويه سيبيها لغايه ما تدوب خالص، تدوب خالص يعني انت على ميل خالص سيبها خالص لغايه ما تدوب كده معاكي تحس ان هي دايبه معاكي كده. بالطريقه دي يا جماعه ممكن بسم الله ما شاء الله تعملي كميه كبيره من التونه تخزنها في برطمان تحطها في الثلاجه تاكلي منها طول السنه طول ما انت عايزه. التونه غاليه طبعا يا جماعه وبسم الله ما شاء الله، يعني انت لو انت عملتي كميه زي دي تكفيكي كام شهر قدام. انت بتجيبيه حق صغير كده
ممكن ب15 جنيه، ده اقل حاجه خالص ب15 جنيه، طبعا في اعلى في ب30 جنيه كده. انما انت لو انت عملتها على ايديك بالطريقه اللي انت شايفاها ديت، طريقه ناجحه ومضمونه وحاجه نظيفه بتعملها على ايدك، بتبقى احسن من اللي انت بتشتريها من بره. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا بقى يا جماعه النهارده، يا رب يكون عجبكم، متنسوش تعملوا له لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.